درت اول فيرجن ديال هاد هابينس فيستيفال هنا في كازا، ودرت جبت غراندي توتو وانزا دولي بران اند مي، و ام فيري فيري اكسايتد على هاد الشيء اللي على هاد الايفينمون، وان شاء الله نقدر نديرهم في مدينات الاخرين. توتو بحال خويا كنعرفو لايك از ا فريند، سو يس يس مورا لندن ان شاء الله غادي نخرج like an EP ولا بحال شي ألبوم اللي فيها النيو ميوزك ديالي، الشكل الجديد ديالي ديال الموسيقى، وكنتمنى تعجب كل شيء حيت it's more نبغيت نقول لكم بزاف حتى like تكونوا shocked مي أنا I really really like it so I'm excited for it after Ramadan inshallah. So أنا أصلا زادي تما في أمريكان مي ليز أرتيست كاملين for the whole entire world بحال كاينين هادوك لي زارتيست لي كيبغيو يعاونو بعضياتهم، وكاينين هادوك لي مباغينش لايك ذات وان ارتست باش يوصل ولا شي حاجة، مي يو جست خاصك تعرف ذا رايت بيبل في كلشي لي كدير، يو نو قال الميدان. ماعرفتش غادي نقول لك عليه، حين طالع جوج في بيرفورمي، غنغني ان بوبليك كياتون، هادشي هذا هو السبب علاش كاين انا هنا. ان شاء الله كاين ان شاء الله مورا رمضان نخليه شهر مبارك يدوز، نحتارموه بيان كوم إل فو. ومورا رمضان ان شاء الله كاينين عاوتاني ان اكستري اللي غادي يخرج ديال البروجي ديالي، ومن مورا عاوتاني يخرج البروجي كامل. صراحة ما كاينينش كاع سكوبات اللي نقدر نقول لك السمية ديال البروجي، سميتو آلام، و غتعرفوا شنو طاري فيه مني غادي يخرج. هادشي اللي كاين كاينين ان شاء الله دي فيتشورينغ، مي ما كنبغوش انونسيهم حيت يا دي كونترا يا ما حد الحاجة ما تسيناتش ما نقدروش ندويو عليها، باسكو ترافاي دون ليغال فهمتي. دونك اون فوا داكشي تسينا يتقاد هذا باش نقدروا نقولوا خويا راه مغربي زوين غادي زوين، الله يسهل عليه وعلى الجميع، الله يسهل على كاع الدراري اللي كيديروا مسيكا، الله يسهل على اي واحد سمح في كل شيء باش يدير راب مغربي، وان شاء الله ان شاء الله من هنا لقدام غادي يعرفوا كو لا جونيس ماروكان اللي كدير راب مغربي ولا اللي انفولد في هذا لو بروجي هذا، باسكو الراب ماروكان سي ان بروجي اللي خاص بنادم يتيق فيه، يفون فوا ان شاء الله كو سافا دوني غادي يعطي الثمار ديالها، وغيكون اون جينيراسيون اللي غتكبر بالمغرب في الدومين ديال المزيكا انترناسيونال ان شاء الله. صراحة كلمة ديال جينيراسيون كتقال ملي كيكون 10 سنين ديال الفرق، دونك ما حد ما كاينش 10 سنين ديال الفرق ديال الفرق اون فابا باغلي جينيراسيون، بيتيت كو دابا ولاو جوج، مي زعما دابا كاين راب مغربي ما كاينش جينيراسيون هادي وجينيراسيون هادي. الدراري اللي قبل منا فرجوا لينا الطريق، تقاتلوا كثر منا، وحنا دابا كنتقاتلوا، اللي جايين خاصهم يتقاتلوا، ونبقاو كاملين مقاتلين الراب المغربي تيولي عنده ان بوا ونوليو انترناسيونال ان شاء الله. ديجا درتها واخا دابا توني 18 راه تبارك الله عليه ما حتاش ندوي عليه، ولكن زعما ديجا خدمت مع توني 18 ديجا اون فيت سي لو تالون كي كونت، ماشي امتى بديتي ولا فهمتي. راه الا جينا نتبعوا هاد لا لوجيك هادي غنبقى نقول لك بحال دابا رونالدو كريستيانو رونالدو راه ما خاصوش يلعب، علاش؟ حيت كان رونالدو قبل منه لا، بحال الكرة بحال المزيكا بحال كاع لي دومين اللي كيكون فيهم لو تالون، سي لو تالون كي كونت ماشي الأقدمية، هذا هو البلان. مبروك رمضان، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله، والله يتقبل صيامنا وصلاتنا وهادشي اللي كاين أخويا. اليوم مشينا جينا إن شاء الله لهذا الشوكيس ديال كزينة وديال طولي وديال الكرانتي طوطو وينزا باش نشوفوا الأجواء ونعيشوا الأجواء. شو نشطو ونضحكو شوية ونساو الستريس ديال الحياة، راه تبارك الله كورونا خرجات ونمشي قبل دابا رمضان جاي، فهمتي تنشطو شوية باش من جاي رمضان فهمتي نكون معاه معقول. الأجواء زوينة إن شاء الله، كاين بوبليك مزيان، الدراري تبارك الله حاضرين من كل زمان ومكان. خويا يوتيوب المغربي مزيان تيديفلوبا، وكاينين زعما عناصر ديال اليوتيوبر زوينين، يوتيوب في المغرب بدا تيعجبني، وحتى ستريمينغ حتى هو في المغرب إن شاء الله ولا تيطلع، بانو ستريمينغ جداد. تدارت فيديراسيون اللي هي ديال الجامعه، راه داروا داك التورنوا ديال فيفا راه ولا انترناسيونال تقل في البيان سبور، داز داك الشيء زوين، وداجاو بانه حتى الموسيقى غاديه فهمتي كيما طلعت الموسيقى غادي تطلع مع الجيمين، وكاين واحد الانسجام، ولا تنشوفوا شويه ديال الناس ديال الموسيقى في شويه ديال الستريمينغ، ولا تنشوفوهم معنا فهمتيني في فيديوهات ديال يوتيوب، وتحيه لكاع الدراري تيديروا الموسيقى حيت بسببهم تيعطينا كونتون، لا هما في موسيقتهم لا حنا في الستريم تاعنا وفي اليوتيوب تاعنا، وبالتواضع ديالهم بكل شيء، وتحيه للمنظمين وتحيه للدراري ديال شوف تي في، الدراري هذا تحيه الله يحفظك لي. ابوي نهضر على هذا الموضوع هذا جابك الله، حيت بزاف ديال الناس يقول لكم انا معروف بتخسرت الهضره، نورمالمون انا ما سيتش لو شومان ديال تخسرت الهضره، انا نورمالمون كنت ستريمر، بديت البدايات ديالي في تويتش، بديت كواحد الانسان هي كي جيمي كيلعب فيفا، انا بديت بفيفا. تتعرفوا انتم فيفا بانه واحد الجيم يمكنلكش تلعب مع صاحبك وتضحك معاه تقول ليه بركه ولا شي، ضروري فهمتي داك تخسرت الهضره تعطي واحد الجو ديال اللطافه وديال الاناقه، تدفعو تتخدم تا واحد شويه ديال الكلام النابي بعض المرات.
واحد النهار فهمتي تنكون لاعب وبعض المرات تنتعصب تنكون لاعب واحد اللعيبه في واحد الطور في فيفا اللي هو سميتو فوت تشامبيون فهمتي تيلعبوا كل سبت وحد وتيتلاقاو دوك الدراري اللي داز لا تنخسر الهضره صراحه انا دابا فهمتي ولا تخسرت الهضره داخل عندي ولكن قدام الاول يجي اللاعب الثاني انا الاول يجي تنحترمهم علاش حيت هما عارفيني بانه داك حمد اللي تيشوفو في الانترنت ما جيتش نكون نجي الوالده ونستخدم معاه داك الشيء ما عشراني والحياه ديالي زعما والطفوله تاعي كي كبرت في اليستي بن عباد لا كاع الطفوله ديالي من الصغر كنت معروف بتخسرت الهضره واحد جوج ثلاثه تنخسر الهضره ضروري بالمناسبه بعدا العيد رمضان تنتمناو رمضان كريم ان شاء الله الله يدخلو علينا ويدخلو على جميع المسلمين بالصحه والسلامه ان شاء الله وبطولة العمر واحد المناسبه اللي زوينه ان شاء الله اللي غادي تخلينا ان شاء الله فهمتيني شويه نتقربوا الله وتحيه للدراري وشكرا لكم بزاف وعيد مبارك سعيد لشوف تي في وجميع المغاربه وشكرا لكم وراكم لا خويا يمكن الثلاثه لا احنا جايين حاضرين هنايا خويا شحال هادي انا بديت كندير دي فيديو على 13 عام تاسبيش من دي يوتيوبر فرنساوي وداكشي بقيت غادي بشويه بشويه وحنا غاديين دابا ودرت واحد لو كونسيبت كسلت العلاسات في العالم كامل فرنسا الشينوا السعوديه الكاميرون اي بلاصه خويا كونسيبت جا وعجب الناس وانا باقي حتى انا كندير فيه وعجبو خويا الصراحه يوتيوب مغربي بالي مازال خاصو شي شويه ديال الخدمه وكي حنا اون فافيك حنا غاديين شويه بشويه وزعما حنا ماشي اون بارفي حنا شويه بشويه بقاو نديفلوبيو راسنا ان شاء الله يزيد لكم الشباب بدا اول حاجه متفرطوش في القرايه فهمت القرايه كتبقى حاجه ضروريه وفهمتوا اللي كنتو باغيين ديروا شي حاجه ديروها حتى حاجه ما تمنعكم هو خا تبداو وداكشي ما يكونش هو هذاك بقاو غادي شويه بشويه تغديفلوبيو ويطلع لكم داكشي خوت شكرا بزاف وهادشي اللي كاين راكم عزاز ان شاء الله السلام عليكم تبارك الله عليكم تحيه لجريده شوف تي في انا متواجد فرحان هنا وفرحان بكم كانكم جيتوا باش تنقلوا هذه السهره هذه اول حاجه انا انيماتور في هذه السهره هذه كاينين لي ستار اللي غادي يكونوا معنا بحال طوطو وينزا دولي بران وكذلك كزينه حتى هي تبارك الله غادي تكون السهره ان شاء الله تسناوها مفرقعه انا اول مره غادي نقدم قالوا لي تعرف تقدم قلت لهم ما عمري ما قدمت هذه الساره قضيه شويه مع الرواب قاصحه الكواليس اخويا اش غادي نقول لك كاينين دراري طاقم تقني تبارك الله تعبانين من البارح 24 ساعه هما كيبريباريو هذه الساره هذه مع الدراري ديال الكاترينغ مع الدراري ديال لاليميغ مع الدراري اللي كيهزوا كيحطوا حتى هما تحيه لهم الشغل من الناس ما نعسوش البارح وما غاديش ينعسوا اليوم وما غينعسوش غدا يعني تل حد بالليل عاد باش الانسان غادي يرتاح ومازال الخدمه ديال الجميع فتنقول هذا الطاقم التقني اللي كيهز وكيحط هو اللي كنعطيه اكبر تحيه وعاد كنشوفوا لي ستار تاعهم تبارك الله عليهم فانا ديما تنقدر من الفوق حتى لتحت كل شيء تبارك الله عليه اللي كيسهروا في هذا الفيستيفال هذا